الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. مدولي على رأس وفد وزاري يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد. وارتفاع قياسي في إصابات كورونا في أوروبا مع تفشي الفيروس بشكل متسارع خلال الأيام الماضية. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع زميلة إنجي طاهر. أهلا بك إنجي. أهلا بك دانا، أهلا بكم. والبداية بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، فضلا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي. هذا ويعتزم الرئيس السيسي خلال أعمال المؤتمر التركيز على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا، خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد مباحثة قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين. كما يجتمع كذلك بعدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أكد سفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا بأن هناك توافقا تاما ما بين مصر وفرنسا فيما يخص الملف الليبي، واتفاقا على أهمية إجراء الانتخابات في 24 من شهر ديسمبر المقبل. هذا وقال يوسف إن المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة سيصدر عنه بيان مهم يجرى تباحث حوله بشأن مشاركة كل الأطراف المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى إعلان هام سيتضمن نقاطا واضحة لتصور المجتمعين لسبل تسوية الأزمة في ليبيا. والمزيد من المتابعة والنقاش مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أرحب بك معنا في هذه النشرة الإخبارية أستاذ صلاح. بداية وبعد التحية، يمكن دائما مصر مدعوة وحاضرة على كل طاولة مفاوضات تهدف إلى الاستقرار في دول المنطقة، كيف تقرأ دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس السيسي لدعم المسار السياسي في ليبيا؟ هو بالفعل مصر لا تألو جهدا في سبيل تحقيق الاستقرار داخل الشقيقة ليبيا. مصر منذ أيام دعت إلى ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا حتى يعني يتم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في أجواء من الاستقرار والأمن، خاصة أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين تدعمهم بعض الدول الإقليمية والدول التي لديها مصالح في تأجيج الأوضاع وعدم استقرار الوضع في ليبيا أو المنطقة بشكل عام قد يعوق إجراء هذه الانتخابات في موعدها، إلى جانب الدعوات التي ظهرت على السطح مؤخرا من جانب جماعة الإخوان الإرهابية التي دعت إلى عدم إجراء هذه الانتخابات وتعمل على إفشالها بشتى الطرق. الدور المصري فيها في الاستقرار في ليبيا دور محوري ودور فاعل ودور مؤثر للغاية، وهو الذي يعني يدعو المجتمع الدولي إلى أن
يتخذ من المواقف المصرية سبيلا لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة المتوترة من الإقليم. فالدور المصري هو دور رائد في المحيط العربي والإقليمي، إلى جانب أنها تلعب دورا رئيسيا في إعادة الاستقرار إلى داخل ليبيا بالدعوة إلى إخراج هؤلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب منها، إلى جانب أن مصر داعم رئيسي لعودة الاستقرار وتدعم الحكومة الشرعية التي أو المجلس الرئاسي الذي يقوم على الأوضاع في ليبيا حاليا. ده غير يمكن أستاذ صلاح أن الرئيس السيسي دائما ما يركز ويدعو إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم المسار السياسي في ليبيا، خاصة أنها مقبلة على استحقاق انتخابي، كيف تقرأ هذا الأمر أيضا؟ بالفعل يعني الرئيس السيسي دائما وأبدا يدعو إلى عدم منح هؤلاء المرتزقة أو الذين يقومون بأعمال عدائية ضد ما يرجوه الشعب الليبي. الرئيس السيسي دائما وأبدا ما يدعو إلى أن يعني يتم منع الإرهاب من جذوره ويتم تجفيف منابع الإرهاب بمنع المقاتلين الأجانب من القيام بهذه الأعمال العدائية. أيضا الرئيس دائما ما كان يدعو إلى أن يكون المجتمع الدولي يعني صفا واحدا تجاه مقاومة الإرهاب حتى يكتس هذا الإرهاب من جذوره. فدعوة مصر والرئيس السيسي يعني كانت واضحة للغاية في الفترات السابقة. أيضا الرئيس منذ فترة يعني ومشاركة مصر في الاجتماع الذي سيعقد غدا في باريس، أعتقد أنها دليل واضح على أن مصر يعني تدعم الحل السياسي في داخل ليبيا وتدعو إلى أن يصطف المجتمع الدولي في سبيل إعادة الاستقرار والأمن إلى هذه المنطقة. سنتحدث عن أهم المحاور والنقاشات التي سيتم مناقشتها غدا، لكن دائما مصر تدعو ودعت مرارا وتكرارا إلى ضرورة خروج المرتزقة وجميع المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ووضعت يمكن آليات محددة لهذا الأمر، كيف تقرأ كل هذا الدور المصري في هذا السياق؟ بالفعل المؤتمر الذي سيعقد غدا ستكون على أجندة المؤتمر يعني ملفين في غاية الأهمية، هو إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وهو يعني الموعد يعني اقترب كثيرا، وهو ما يمثل أحد التحديات الهائلة أمام المجتمع الدولي لإتمام هذا الاستحقاق الرئاسي في ظل وجود تباين في الرؤى بين الأفرقاء السياسيين في ليبيا وتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها وفقا لما اتفق عليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة. أيضا هناك الملف الأهم وهو إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من هذه الأرض باعتبارها أهم الأولويات التي يجب أن يكون المجتمع الدولي واعيا لما يترتب على عدم إخراج هؤلاء من عدم استقرار في هذه المنطقة و إعادة يعني مسألة الحشد الدولي للبدء في تنفيذ هذا الانسحاب حتى يكون هناك يعني إصرار من جانب المجتمع الدولي وعقد الانتخابات في موعدها المقرر. يعني موضوع تفكيك الميليشيات المسلحة والعمل على نزع سلاحها يعني أعتقد أنه الموضوع المهم ومصر توليه أهمية بالغة، والرئيس السيسي يعني شخصيا يعني يقوم على يعني محاولة تنفيذ هذا الاستحقاق بكافة الطرق، لأنه المسألة إخراج هؤلاء من الأراضي الليبية هو العامل الرئيسي والعامل المؤثر حتى يعني يعود الاستقرار إلى ليبيا وتعود الحياة السياسية كما كانت من قبل ويعود الأمر الحياة الطبيعية. يمكن هو أصبح نهج من الاستراتيجية التي يتبعها السيد الرئيس في دعم الاستقرار في دول المنطقة. أيضا يمكن كذلك السيد الرئيس سيعقد سلسلة كبيرة من اللقاءات مع عدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية. هنا السؤال، كيف تقرأ العلاقات المصرية الفرنسية في العديد من المجالات سواء التجارية والاستثمارية والاقتصادية وغيرها من المجالات المتعددة؟ العلاقات المصرية الفرنسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في عام 2014 وهي تشهد يعني تطورا وطفرة في الكثير من المجالات، وهناك تعاون في يعني فعلا في طفرة نوعية في الكثير من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين. يعني تاريخيا مصر وفرنسا يعني هناك أفق واسع للتعاون في الكثير من المجالات، ولم يتوقف التشاور بين الدولتين والتنسيق متبادل في كافة المجالات وبين وفي أمام المحافل الدولية، ويتم يعني الاتفاق في الكثير من الملفات الإقليمية والدولية التي توليها الدولتان أهمية بالغة. أيضا الرئيس سيعقد سلسلة من اللقاءات سواء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو المسؤولين الفرنسيين لبحث
دفع العلاقات التجارية والاستثمارية في الكثير والاقتصادية والعسكرية أيضا بين الجانبين. أيضا الرئيس سيلتقي على هامش زيارته إلى باريس بعدد من رؤساء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الذين سيحضرون وسيشاركون في القمة التي تعقد غدا. فهناك الكثير من المجالات التي سيتشارك معها سيادة الرئيس مع رؤساء الحكومات والدول التي ستشارك في هذا الملتقى المهم. إذا ما تحدثنا ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية الفرنسية، كما ذكرت يعني سيعقد الرئيس السيسي قمة مع رئيس أو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، برأيك أهم المحاور والنقاشات التي ستكون حاضرة في هذه القمة؟ أولا كما تعلمين وعلم السادة المشاهدون أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا، هناك تعاون في الكثير من المجالات خاصة المجالات العسكرية والمجالات الاقتصادية والمجالات السياسية. بالنسبة للتعاون العسكري كما يعني تعلمين أن هناك تعاون ملحوظ، خاصة أن مصر يعني قامت بالتعاون في فرنسا في مجال التدريب والتسليح وشراء الكثير من المعدات وطائرات الرافال وحاملات الطائرات المسترال، هي يعني تعاونت مع أيضا إلى جانب التعاون في مجال التسليح البحري. هناك الكثير من مجالات التعاون في المجالات العسكرية، إلى جانب أن مصر تعد شريكا رئيسيا لفرنسا في الكثير من المشروعات التي تقام على الأرض المصرية، إلى جانب أن فرنسا الآن أحد الشركاء الرئيسيين في المشروعات الاستثمارية التي تقام، خاصة أن هناك كثير من هذه المشروعات التي بدأت تؤتي ثمارها، إلى جانب التعاون الملحوظ في المجالات الثقافية والمجالات الفنية. هناك تعاون على مدى عقود بين مصر وفرنسا في الكثير من المجالات الثقافيه. صلاح، وانت تتحدث عن مبدا يعني المصلحه المشتركه والمصالح المشتركه، يمكن انتهجه السيد الرئيس منذ توليه الرئاسه، لكن اصبح يمكن يقوم بعدد من التحالفات على المستوى الاقليمي والدولي وحتى على المستوى العربي والافريقي، كيف تجني ثمار كل هذه التحالفات التي يقوم بها السيد الرئيس السيسي؟ بالفعل مصر منفتحة على جميع التكتلات والتحالفات التي يعني تقام في معظم دول العالم، ولا يقتصر الدور المصري فقط على محيطها الإقليمي أو المحيط العربي أو الإفريقي أو الشرق الأوسطي فقط، بل امتد إلى آفاق أوسع من ذلك بالكثير. ولعل ما شهدناه خلال الفترة الماضية فقط في الشهرين الأخيرين، شاركت مصر في كثير من هذه التحالفات، مؤتمر فيشجراد مثلا في وسط أوروبا الذي شاركت فيه مصر باعتبارها مراقب، أيضا هناك استعدادات للمشاركة وترأس مصر للدورة القادمة لمؤتمر الكوميستا في الشهر المقبل في خلال هذا الشهر أعتقد، وقمة المناخ المقبلة أيضا، وقمة المناخ التي عقدت مؤخرا، إلى جانب أن مصر ستستضيف قمة المناخ المقبلة 27. فمصر يعني مصر بالضبط كوب 27، فمصر يعني لا يقتصر دورها أو مشاركتها في المحيط العربي أو الإفريقي فقط، بل امتد إلى المشاركات الإقليمية والدولية التي يعني أصبحت قاسما مشتركا وشريكا فاعلا في الكثير من هذه المحافل وهذه التكتلات الدولية والإقليمية، وهذا بطبيعة الحال سينعكس إيجابا على المواطن المصري بشكل صحيح أوبر. لأنه يمكن شعار السيد الرئيس في الفترة الأخيرة هو الإنسان المصري وبناء قدرات الإنسان المصري. هذا يجعلني أسألك أستاذ صلاح، كيف ينظر المواطن المصري لكل هذه الجهود الحثيثة والدؤوبة من قبل السيد الرئيس والقيادة السياسية في مصر لتحسين جودة حياة المواطن المصري والتنمية في كل القطاعات المصرية، سواء الاجتماعية السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية؟ بالفعل أصبحنا نلمس الآن ما قام به السيد الرئيس من مشروعات على أرض الواقع، أصبحنا مصر تجني ثمار هذه المشروعات، وما زال هناك الكثير من هذه المشروعات التي بالفعل ستبدأ في العمل، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سيبدأ انتقال الموظفين الفعلي لها في الشهر المقبل، إلى جانب مشروعات النقل غير المسبوقة المونوريل والقطار الكهربائي والقطار فائق السرعة، إلى جانب مشروعات الطرق التي أصبحنا نلمسها، إلى جانب أكثر من 20 مدينة ذكية أقيمت على أرض مصر والتي لم يكن هناك يعني جهد غير مسبوق، إلى جانب يعني التخلص تماما من الآفة التي كانت يعني كنا نعاني منها، موضوع العشوائيات الذي انتقل إلى مدن عصرية للغاية، وتم تسليم يعني الوحدات السكنية إلى
قاطني هذه الأماكن بأسعار زهيدة للغاية، فهناك جهد ملموس يبذل له سيادة الرئيس في الكثير من المجالات التي بدأنا بالفعل نلمس ثمارها على أرض الواقع، والتي ما زال يعني هناك الكثير الذي يعني يحاول الرئيس سيسي بذله خلال المرحلة المقبلة، وسنجني ثماره بطبيعة الحال. بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. تقوم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على روابط تاريخية تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، ونمت هذه الروابط بدرجة كبيرة منذ 4 سنوات وعلى مختلف المستويات. أسس تاريخية وحضارية وثقافية تقوم عليها العلاقات المصرية الفرنسية، جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية. وشهدت علاقات البلدين تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث تتلاقى وجهات نظر مسؤولي القاهرة وباريس في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين، اتصالا بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر. وتتمثل أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر في الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة المرحلتين الثانية والثالثة، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة. وتعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، حيث تعمل أكثر من 160 شركة فرنسية في مصر وتوظف ما يزيد على 38,000 شخص، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2 مليار دولار خلال 2020. ويعد المجال العسكري بين البلدين نموذجا للتعاون، ففي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، وقعت مصر وفرنسا في مايو الماضي عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال. وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة من طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية، هذا بالإضافة لتوريد فرقاطات وحاملتي المروحيات من طراز مسترال. كما شهدت السنوات القليلة الماضية كثافة ودورية المناورات والتدريبات المشتركة بين البلدين. نتابع المزيد مع السيد محمد الجالي مدير تحرير اليوم السابع من باريس. سيد محمد أهلا بك إلى هذه النشرة، ونحن نتحدث أيضا عن شق في هذه الزيارة خاص بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وليس فقط التباحث حول الملف الليبي. في هذا الشأن أسألك حول نقطة استوقفت الكثيرين من المحللين، وهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد كل مشاركة في مثل هذه القمم يجري لقاءات مع كبار المسؤولين على المستوى الاقتصادي، مع كبار رجال الأعمال في الدول التي يذهب إليها، وعادة ما تثمر هذه اللقاءات، ربما نجد الكثير من بروتوكولات التعاون، نجد الكثير من الاستثمارات التي تزيد والاتفاقات الاقتصادية التي تتم. ما أبرز القطاعات المتوقع أن تشهد هذا الزخم في ظل نية الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية؟ يعني صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالفعل هذه الزيارة تأتي في إطار جمع، يعني بالإضافة إلى المؤتمر الخاص حول ليبيا والذي سيشارك فيه مسؤولين دوليين على أعلى مستوى. هناك العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والتي وصلت إلى حد كبير من التقارب في وجهات النظر والمجالات وتعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية منذ وصول الرئيس السيسي إلى الحكم. وهناك يعني علاقة ود خاصة تربط بين الرئيسين ماكرون والرئيس السيسي، وطوال الوقت يتم التواصل هاتفيا والاستماع لتقديرات القيادة المصرية فيما يخص القضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا القضايا المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط. كانت يعني منذ عدة أسابيع كانت هناك زيارة مهمة لرئيس
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى فرنسا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وتم في هذا وهو يعني نعتبر ذلك ثمرة التعاون بين مصر وفرنسا والزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين. وتم في هذا في هذه الزيارة لرئيس الوزراء المصري إعلان نوايا للتعاون في مجال جديد والخاص بتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، واللي تسعى مصر للاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال، كما شهدت أيضا عدد كبير من الشركات الفرنسية وصناديق الاستثمار والبنوك الخاصة وأيضا وزير الاقتصاد والمالية الذين التقاهم رئيس الوزراء، والذين يعني أكدوا على المناخ الإيجابي للاستثمار في مصر وأشادوا بالمشروعات التنموية في مصر. اللقاءات الرئيس السيسي ليست ببعيدة عن اللقاءات التي يجريها عادة مع كبرى الشركات الفرنسية والمسؤولين في مجتمع المال والأعمال الفرنسي، ويعني وفقا لتصريحات السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا الذي التقيناه أمس في لقاء للحديث عن هذه الزيارة، بأن الجانب الفرنسي يشيد بالطفرة التنموية والعمران في مصر والمدن الجديدة، ولديهم تركيز شديد على الاستثمار سواء في منطقة اقتصادية لقناة السويس أو في المدن الجديدة، وحتى الشركات الفرنسية مهتمة بمناخ الاستثمار في مصر، وتؤكد أن التنمية التي تحدث الآن والمحاور والطرق والبنية التحتية ستجذب المزيد من الاستثمارات التي سيجنيها الشعب المصري قريبا جدا. زيارة الرئيس اليوم وغدا يعني تحتوي على أو تتضمن العديد من اللقاءات الثنائية سواء مع الرئيس الفرنسي ماكرون أو مع المسؤولين في الحكومة الفرنسية، وكذلك لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المتواجدين لحضور المؤتمر الدولي حول ذلك. طيب أثناء حديثك سيد محمد ذكرت النقطة الخاصة بالتقارب في وجهات النظر بين مصر وفرنسا، ما أبرز القضايا الإقليمية التي هي محل التفاهم المشترك وهذه الوجهات النظر المشتركة بين الدولتين؟ فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة، الجانب الفرنسي يتوافق مع مصر على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، هناك توافق على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل، و أن يكون للدولة الليبية الشقيقة مؤسسات منتخبة في إطار المسار الديمقراطي التي تتبنى وفقا يعني أجندة زمنية، وبالتالي اكتمال المؤسسات، الحفاظ على الجيش الوطني الليبي، خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكل القوات التي تعمل في ليبيا وتعمل على نهب ثروات الشعب الليبي، ودائما مصر تضع نصب أعينها الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في لقاءاته مع المسؤولين أو في اتصالاته مع المسؤولين أو في مشاركته الدولية في المؤتمرات والمباحثات التي تعقد في الزيارات المختلفة. هناك توافق فيما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، تسوية الأزمات السياسية في كل من اليمن وسوريا، الحصول على يعني التفاهمات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الشرعية، أيضا فيما يتعلق بالتعاون مع أفريقيا، تنظر فرنسا إلى مصر بأن مصر بوابة مهمة للدخول والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، ومن ثم التعاون على قدم وساق من أجل النفاذ إلى ذلك. ويعني رأينا قبل ذلك كيف وقعت مصر مذكرات واتفاقيات تفاهم مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالربط الكهربائي، ومن ثم النفاذ إلى القارة الأوروبية بأكملها. وهذا ينقلنا للحديث سيد محمد عن نقطة أيضا غاية في الأهمية، وهي التعاون المصري الأوروبي بشكل عام، وتحدثنا عن التعاون مع الشق الفرنسي، ولكن على الشق الأوروبي التعاون المصري الأوروبي شهد طفرة في الفترة السابقة في الحقيقة، ما أبرز الخطوات المصرية التي أدت إلى هذا الشكل من التعاون أو إلى هذه الطفرة؟ يعني لو عدنا بالوضع فيما قبل 2014 والحقبة التي شهدت فيها مصر
يعني احداث سياسيه مضطربه واحداث وايضا الوضع الاقتصادي مهتز وغير مستقر، كان العالم ينظر الى مصر على انها ربما لن تعود مره اخرى الى وضعها المستقر وإمكانياتها الهائلة. لكن بفضل الإرادة السياسية والقيادة السياسية الحكيمة في مصر بمجرد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، كانت هناك خطط يعني خمسية وعشرية وخطط مستقبلية لعودة مصر إلى ريادتها، وهو ما نراه في جميع أحاديث الرؤساء والقادة والمسؤولين الأوروبيين وحتى الأمريكان وحتى على مستوى قارة آسيا وحتى على مستوى الدول العربية، بأن الوضع الاقتصادي الآن لمصر وضع مستقر، بل مصر تمكنت بفضل الإرادة الصلبة والرؤية السياسية الثاقبة وأيضا بصبر شعبها على إجراءات الإصلاح الاقتصادي تجاوزت كل الصعاب وأصبحت الآن نموذج يحتذى به في المنطقة، وفطن العالم أن مصر دائما تكون ركيزة الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. و يعني نتابع جميعا البيانات الصادرة عن الجهات المختلفة أو عن الجهات في مصر، بأن دائما ما يؤكدون على أن مصر هي ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولولا الجيش المصري ولولا الإرادة الشعب المصري ل يعني لفظ الجماعات المتطرفة والذين كانوا يريدون أن تتغير هوية الشعب المصري، ما كان الشعب المصري يصل إلى هذه الدرجة من الاستقرار والتنمية والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. هذا كله في كلام المسؤولين الأوروبيين، رأينا ذلك من خلال الاتصالات والزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية ميركل، الرئيس الفرنسي، قبرص واليونان، الجانب الإيطالي، الجانب الأسباني، حتى على مستوى الدول يعني ربما ليست بنفس التأثير لكل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ولكن جميع الدول الأوروبية تنظر إلى مصر الآن نظرة متفائلة، لم يعني يشيدون جميعا بأن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في مصر أدى إلى عدم يعني وجود هجرة غير شرعية عن طريق السواحل المصرية أو عن طريق الحدود المصرية، وهذا محل تقدير للدول الأوروبية التي تعاني من سقوط الدول في سقوط بعض الدول في المنطقة والتي صدرت لها مشكلات عديدة، وبالتالي هم يعلمون قيمة وقامت مصر، وبالتالي يتم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مختلف الفعاليات وكبرى الفعاليات، وهناك يعني إرادة حقيقية من جانب ومن الواضح أنه يتم أيضا التنسيق مع الرئيس قبل التحضير لهذه القمم، كما تم الاتصال بين ماكرون وبين الرئيس السيسي منذ أيام. أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع، حدثنا من باريس. تتميز العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الحالية بالمتانة والحرص على التشاور المستمر ما بين القيادة السياسية في مصر وفي فرنسا، وذلك من أجل بحث كل القضايا الدولية والإقليمية. نتابع المزيد في هذا العرض التالي وأبرز المحطات في علاقة مصر بفرنسا. أهلا بكم. تقوم العلاقات المصرية الفرنسية على أسس تاريخية وحضارية وثقافية جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية. تشهد علاقات البلدين تقاربا ملحوظا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث تتلقى وجهات نظر مسؤولي القاهرة وباريس عبر حوارات ثنائية
حول عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة. برهنت القمم واللقاءات المتبادلة بين قادة البلدين والتي كان آخرها في مايو الماضي حين زار الرئيس عبد الفتاح السيسي باريس للمرة السادسة العلاقة القوية بين البلدين في إطار العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشتركة، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقود توريد 30 طائرة من طراز رافال، وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة رافال لصالح القوات الجوية المصرية، هذا بالإضافة لتوريد فرقاطات وحاملتي المروحيات من طراز ميسترال. كما شهدت السنوات القليلة الماضية كثافة دورية للمناورات والتدريبات المشتركة بين البلدين. تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة. وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات، والتي يأتي في مقدمتها النقل والخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية. فيما بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,400,000,000 دولار. يمثل التعاون بين البلدين تاريخا طويلا، حيث خصصت مصر عام 2019 ليكون عام للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية، تزامنا مع الاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا للعلاقات المصرية الفرنسية. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. وفي الشأن الداخلي، بدأ دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بها يرافقه 9 وزراء واللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة. واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الوادي الجديد بالتأكيد على أن هذه الزيارة تأتي عقب نجاح محافظة الوادي الجديد في الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة الخارجة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما تأتي الزيارة عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي التي يدعمها مجلس الوزراء. وخلال تواجده بمطار الخارجة، شهد رئيس الوزراء افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء إلى حديقة 30 من يونيو بمدينة الخارجة والمقامة على مساحة 9 أفدنة. نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء شائعة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022. شهد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية أحد الأنشطة التدريبية التي تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوي العسكرية. وخلال الفعاليات نقل قائد القوات الصاعقة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهم بالأمير الحسين على أرض مصر، مؤكدا أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن. شهد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا أحد الأنشطة التدريبية التي تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوي العسكرية. بدأت الفعاليات بكلمة قائد قوات الصاعقة
نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهم بالأمير الحسين بن عبد الله على أرض مصر مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن. ثم انتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكتروني والذي يضم عدداً من الأجهزة الحديثة والمطورة ومساعدات التدريب. ونفذت مجموعة من مقاتلي قوات الصاعقة عدداً من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة والتي أصابت أهدافها بدقة عالية. أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة. وفي نهاية الزيارة نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بياناً عملياً لاقتحام منشآت وتحرير الرهائن. ظهر خلال البيان مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. حضر الزيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصونة وسفير الأردن بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية. قالت وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري تطرق خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس خلال زيارتها الحالية لواشنطن لجهود الدولة التنموية ومؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي بما يدعم استراتيجية التنمية في مصر. وفي ختام جولته إلى واشنطن، استعرض وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع السناتور بيل هاجرتي استعرض الجهود التنموية في مصر، كما بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة. تفوقت مصر على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا واليابان والمكسيك في مؤشرات أداء التغير المناخي لعام 2022 محتلة المركز 21 عالميا، وذلك بالتزامن مع استعدادها لاستضافة ورئاسة قمة المناخ العالمية المقبلة. ووفقا للمؤشر الذي أصدرته مؤسسة ألمانية مهتمة بالبيئة، فاحتلت مصر أيضاً المركز 18 على مستوى الدول المصنفة والثاني قارياً وعربياً، كما حصلت مصر على مجموع نقاط 59.83 نقطة بفارق حوالي 3 نقاط عن العام الماضي، لتواصل بذلك التقدم ما بين دول العالم مع خططها الجديدة من أجل مواجهة أثار التغيرات المناخية، وترتفع مركزاً واحداً هذا العام في التصنيف الشامل. يحظى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام كبير من القيادة السياسية لدوره الهام في دفع وتنمية عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل. المزيد نتابعه في العرض التالي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اهتمام كبير يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره المهم في دفع وتنمية عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل.
من هذا المنطلق عملت الحكومة على توفير التمويل اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نجح الجهاز في تنفيذ عدة أنشطة لعل أبرزها تمويل 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4.5 مليار جنيه، ما أسهم في توفير نحو 264 ألف فرصة عمل. كما ساهم الجهاز في تحويل أكثر من 23 ألف سيارة لتعمل بالوقود المزدوج بإجمالية قيمة تمويل تقدر بحوالي 186.5 مليون جنيه، وفرت وحافظت على أكثر من 23 ألف فرصة عمل. وفي إطار دوره في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على إعداد دراسة تفصيلية ل 1413 قرية في المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، هذا بالإضافة إلى ضخ 650 مليون جنيه بالقرى المستهدفة لتمويل 25 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت نحو 44 ألف فرصة عمل. كما عمل جهاز تنمية المشروعات على إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة والعمل به اعتبارا من منتصف شهر إبريل الماضي، حيث تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، هذا إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضي. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً موجزاً لأبرز أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2021. شكراً لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. وإلى شأن آخر وهو لبنان، يطلق اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة المؤسسات التجارية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت. وأكد ميقاتي أن بيروت ستعود بيئة حاضنة للأعمال، كما شدد على أن ملف انفجار مرفأ بيروت سيظل في يد القضاء. أما الملف الإثيوبي فقد طلبت سفارة السودان بأديس أبابا من السودانيين المقيمين بإثيوبيا أخذ الحيطة والحذر وحمل الأوراق الثبوتية عند الحركة والابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب السفر خارج أديس أبابا. وتحذر السفارة السودانية أفراد الجالية وأسرهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أديس أبابا طواعية عبر الخطوط الجوية التجارية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم في الوقت الراهن. قالت الأمم المتحدة أن إثيوبيا احتجزت 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الغذاء العالمي في مدينة بشمال البلاد على طريق الوحيد المؤدي إلى منطقة تيجري المهددة بخطر المجاعة. هذا وأوضح ناطق باسم الأمم المتحدة أن هناك اتصالات مع الحكومة الإثيوبية من أجل فهم أسباب احتجازهم. طلبت الحكومة الألمانية من رعاياها مغادرة إثيوبيا فورا عقب احتدام الصراع هناك. وأصدرت الخارجية الألمانية توصية إلى الرعايا الألمان باستغلال الرحلات الجوية التجارية التي لا تزال متاحة لمغادرة البلاد. وكانت الخارجية الألمانية قد حذرت المواطنين من السفر إلى بعض مناطق الصراع في إثيوبيا، لكنها عادت الآن ووسعت نطاق تحذيرها ليشمل جميع أنحاء الدولة باستثناء استخدام مطار العاصمة أديس أبابا كمحطة توقف ترانزيت خلال السفر إلى دول أخرى.
وإلى آخر تطورات كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 934 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا، ووفاة 63 حالة، إضافة إلى خروج 627 متعافيا من المستشفيات. هذا وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا إلى الآن هو 340,269، ومن بينهم 284,993 حالة تم شفاؤها و 19,249 حالة وفاة. شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في المؤتمر الوزاري حول جائحة كورونا الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأعلن بيان للجامعة العربية أن أبو الغيط أكد في كلمته على أهمية دعم الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحي، كما دعا إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية وأهمية توزيع اللقاحات حول العالم بشكل منصف وعادل. وتشهد أوروبا حالة من القلق بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع خلال الأيام الماضية، وهما أكدته بيانات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على مدار اليومين الماضيين. هذا وسجلت ألمانيا عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بكوفيد 19، حيث بلغ عدد الحالات أكثر من 50,000 حالة خلال 24 ساعة. وأشار معهد روبرت كوخ للرصد الصحي لأن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية حاجز 50,000 منذ بداية الوباء في ألمانيا، فيما بلغ عدد الوفيات 235 حالة. أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا تسجيل ارتفاعا في أعداد الإصابات في البلاد مقارنة بأعداد الأمس. وسجلت روسيا 40,759 إصابة خلال 24 ساعة الماضية مقارنة ب 38,058 إصابة بالأمس، بينما سجلت البلاد 1,237 حالة وفاة خلال 24 ساعة. والآن مشاهدينا مع أهم الأخبار الاقتصادية. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بالسيد جانيرو ناسي القائم بأعمال مدير الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي بالبنك الأوروبي من أجل إعادة الأعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 بغلاسكو. هذا واستعرضت المشاط محاور إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة ودعم خطة مصر للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة للتعاون أو تعكس التعاون الوثيق ما بين مصر والبنك والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركي التنمية من أجل دعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. نظمت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي حدثا جانبيا بعنوان الشراكات بين القطاع العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 26 والمنعقدة الآن. وخلال كلمتها قالت السعيد إن مصر تبنت منذ 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة من أجل تحقيق الهدف الذي حددته لرؤية مصر 2030 بالحصول على 20% من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة. قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية كانت محقة في تغريم شركة جوجل 2.8 مليار دولار
من أجل خرق قواعد مكافحة الاحتكار، بينما اعتبر مراقبون الحكم لحظة تاريخية بالنسبة لجهود مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. تباطأ نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، وهي الفترة التي تزامنت مع بدء خفض قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا. وأشارت هيئة الإحصاءات البريطانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنحو 1.3% بعدما زاد بنسبة 5.5% في الربع الثاني، كما أن قراءة الناتج المحلي أقل بنحو 2.1% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأوضحت الهيئة أن القطاعات الرئيسية التي دعمت النمو هي الصحة والضيافة والترفيه. حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر جهود شركات الطيران لاستعادة التوازن في قوائمها المالية والتي تضررت بفعل جائحة كورونا. هذا وقال إن بعض شركات الطيران سوف تستغرق وقتا لتتعافى، إذ أن أسعار النفط مرتفعة تبطئ من الفترة اللازمة لذلك. هذا وقفزت أسعار النفط بنحو 66% في العام الجاري مع تعافي الاقتصادات من جائحة كورونا. وتواجه شركات الطيران التزامات بسداد ديون بقيمة 651 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 220 مليار دولار منذ بدء هذه الأزمة. والآن هذه تذكرة بأهم ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. مدبولي على رأس وفد وزاري يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد. وارتفاع قياسي في إصابات كورونا في أوروبا مع تفشي الفيروس بالشكل المتسارع خلال الأيام الماضية. للمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميلة دانا مدحت، وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.